كان اجتماع جد هام مع النقابات اليوم في الإشكالية اللي كنعرفوها في ميدان ديال التعليم اليوم، ولكن اجتماع الحمد لله إيجابي، يعني كان فيه حوار اللي هو جاد وكانت واحد الجدية في العمل. الإخوان الممتنين ديال النقابات جابوا يعني المطالب ديالهم اللي هي مطالب اللي ناقشناها وتحاورنا فيها، واللي هي مطالب يعني مهمة اللي كتهم يعني الناس ديال القطاع ديال الطوية الوطنية. هذه كانت مناسبة أنه باش نتجاوبوا معها، ويمكن نعطيكم بعض يعني التوجهات اللي احنا قررنا باش غادي نمشيو فيها ان شاء الله. انه غادي يتم اولا التجميد ديال يعني النظام الاساسي ديال التعليم، باش ان شاء الله كذلك تكون فيه واحد امكانيه ديال التحسين ديال الدخل ديال العام يعني الموظفين والموظفات اللي موجودين في القطاع ديال الطبيه ديال التعليم. كانت نقطه يعني ثانيه اللي هي حتى هي عند الاهميه ديالها اللي تكلموا عليها الاخوان ديال الاقتطاعات. شرحنا الاخوان ديال النقابات بان الاقتطاعات مرت من واحد المرحله اللي هي يعني اداريه، وصلت لانه الاقتطاع كاين ولصالي غادي يخرجوا من هنا يومين، ويعني من الصعب انه بالنسبه لهذيك الشهور الاولى اللي كانت نرجعوا على الاقتطاعات. ولكن اقترحنا عليهم انه يعني الاضرابات الكبيره هي هذه اللي جات من بعد اللي غادي تكون يعني في الشهر المقبل، انه يكون واحد الحوار ونقاش داخل يعني لا كوميسيون اللي غادي يشتغلوا باش يحاولوا ان شاء الله نخفوا من هذا الشيء ولا نتجاوزوه في المستقبل. ثالثا غادي تكون ان شاء الله لجنه وزاريه كما قررنا اللي كيترأسها السي شاكب بن موسى، وغادي يكون معاه السيد وزير الشغل السي سكوري، وغيكون معاه السي القجع الوزير ديال يعني الميزانيه، وغادي يتعاملوا معهم بعدد من الاجتماعات ان شاء الله باش نحاولوا نخدموا على هذاك التحسين ديال ان شاء الله التعديل ديال القانون الأساسي، وإلقاء نلقاو الحلول ديال جميع يعني المشاكل اللي هي مطروحة. وهذا الشيء تاخذنا فيه قرار أنه إن شاء الله في حد أقصى على ماكسيموم ليميت أنه 15 من يناير يعني إن شاء الله يكون التوافق بين الأطراف وتبدأ التطبيق ديال هذا يعني التوجه وهذا النظام الجديد. إذن هذه كلها يعني آفاق جد إيجابية اللي غادي نشتغلوا فيها واللي تم عليها الاتفاق مع النقابات، مع العلم أنه الحكومة بالطبع قالت بأنه غادي يكون اجتماع ابتداء من 15 من نهار الخميس إن شاء الله. نهار الخميس غادي يكون اجتماع مع اللجنة الوزارية باش يشتغلوا على أول يعني على هذا النظام الأساسي ويشتغلوا على هذه الإمكانيات. وقلنا لهم بأنه لازم يعني احنا طلبنا من النقابات وهذا طلب ملح انه لابد انه الى غادي نبداو نتناقشوا غادي نبداو نتحاوروا غادي نلقاو الحلول انه ولادنا ما يضيعوش، بان يعني الكل خصو يرجع للاقسام ديالو، لان حنا دخلنا في واحد الديناميه ايجابيه وهذه الديناميه الايجابيه خاصها تكون كذلك في الرجوع الى الاقسام. وشكرا لكم.